يسلط جناح دول التعاون الضوء على إنجازات مجلس التعاون الخليجي عبر تقديم تجربة توضح الروابط بين دول مجلس التعاون، كما ينظم نشاطات لإبراز ما توصلت إليه دول الخليج العربية في مجالات التنمية. وفي هذا الإطار نظمت وزارة الكهرباء والماء ورشة عمل بعنوان طريق الكويت للاستدامة، استضافها جناح دول المجلس في إكسبو دبي 2020. رؤية موحدة لمستقبل واعد، شعار يلخص فلسفة جناح مجلس التعاون في إكسبو دبي 2020 الذي يسلط الضوء على إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووحدته عبر تقديم تجربة توضح الروابط بين الدول الأعضاء في المجلس. طبعا في بداية التحضير لفعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، تم التنسيق بين جناح مجلس التعاون وأجنحة دول المجلس فيما يخص التعاون فيما بينهم، وخاصة فيما يتعلق بجزئية الفعاليات المشتركة. ويسرنا اليوم أن استضفنا فعالية لجناح دولة الكويت عندنا في جناح مجلس التعاون، والتي تتكلم عن الاستدامة، ونرحب أيضا في جميع المشاركين في هذه الورشة التي تعتبر من الفعاليات المتميزة التي يقيمها جناح دولة الكويت. وفي إطار النشاطات والفعاليات التي يقدمها الجناح بالتعاون مع أجنحة دول الخليج المشاركة، قدمت اليوم وزارة الكهرباء والماء الكويتية ورشة عمل حول طريق الكويت للاستدامة، تضمنت شرحا موجزا عن رحلة الكويت للاستدامة، تلاها عرض تقديمي يلخص لجهود دولة الكويت للتصدي للغازات الدفيئة. قبل شوي قدمنا ورشة عمل تتكلم عن جهود الكويت في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال مشاريع مستقبلية، أهمها استخدامنا للغاز الطبيعي بدلا من الوقود المستخدم حاليا كنوع من الحلول المقترحة، وأيضا مشاريع الطاقة المتجددة مثل مشروع شقاية القادم اللي راح يوفر لنا كهرباء من خلال الطاقة المتجددة. إحدى محاضرتين الأولى المختصة بالطاقة المتجددة واستدامة الكويت كان لذكر تاريخ وجهود الكويت في الماضي والحاضر ورؤيتنا المستقبلية لتحقيق استراتيجية الكويت 2035 وتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه. استعرضنا فيها كافة مشاريع الدولة الماضية والحالية والمستقبلية، استعرضنا الخطط والاستراتيجيات والركائز التي بنيت عليها هذه الاستراتيجية، الأدوات المتوفرة والتي سيتم تطبيقها لتفعيل هذه الاستراتيجية ووصول للنتائج المرجوة في المستقبل القريب. هذا ويجسد جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 مسيرة مجلس التعاون المباركة وإنجازاته، ويبرز للعالم قوة المجلس وتكامله. يعكس جناح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مدى قوة هذا الكيان الخليجي المتوحد، ويسلط الضوء على النهضة التي وصلت إليها الدول الأعضاء، كما يعطي الزائر لمحة على الثقافة الخليجية المشتركة. لتلفزيون دولة الكويت، سالي الأسعد، معرض إكسبو 2020، دبي.